الأمم كلها التأثيرات السلبية علينا بالمجتمع ولدينا. خامسا تيكون واحد النوع ديال التوتر والضغط على المراهقين بسبب أنه تيهمل دروسه، فلما كيشوف راسو أنه مجدول بالإنترنت في نفس الوقت راه قدام مجموعة ديال التمارين والحفاظة ودروس اللي خصو يراجعها، فهنا كيبقى في واحد النوع ديال الدائرة ديال الاضطراب. ما قدر شيء أنه يدخل على الإنترنت، وما قدر شيء أنه في نفس الوقت يواكب بالدروس ديالو، فكيولي عنده توتر وكيولي عنده قلق. لهذا خصنا نرشدو استعمال الإنترنت اللي هو ضرورة هذا العصر. الفوق ولا التحت؟ شنو النتيجه النفسيه كذلك العقليه، ولكن الحمول العقلي اللي تيعانيو منه الان مجموعه من المراهقين، تيقول لك ما بقاش عندهم التركيز التام في المدرسه، ما بقاش عندهم التركيز التام في دروسهم.